استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وجرح نحو 400 خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في محيط مسجد الأقصى بالقدس ومختلف المدن الفلسطينية. وكان مواطنون فلسطينيون خرجوا في تظاهرات احتجاجا على تمسك إسرائيل الإبقاء على البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى وسط تحذيرات فلسطينية من مخطط إسرائيلي لتقسيم الأقصى. عادت مدينة القدس لتكون قلب الصراع ومفتاح الحل، وعاد المسجد الأقصى ليكون عنوان المواجهة الجديدة بين إسرائيل والفلسطينيين. إجراءات إسرائيل أشعلت الشارع الفلسطيني في جمعة الغضب والنفير والزحف إلى المسجد الأقصى المبارك. هنا عند حاجز قلنديا العسكري عشرات الإصابات وقعت في صفوف الفلسطينيين الذين أدوا صلاة الجمعة في الشوارع والأزقة بعد أن أعلن في المساجد عن ضرورة التوجه إلى هذه النقاط، نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي للمواجهة وإعلاء الصوت وإرسال رسالة إلى العالم وإسرائيل رفضهم لكل إجراءات إسرائيل في المسجد الأقصى وتحديدا البوابات الإلكترونية. اندلعت مواجهات في كل نقاط التماس في الضفة الغربية، في بيت لحم وهنا عند حاجز قلنديا وفي طول كرم والخليل ومدينة نابلس، وكلها أجمعت على عنوان واحد رفضها لكل إجراءات إسرائيل. تحذيرات فلسطينية من اندلاع حرب دينية، وأخرى مناشدة للعالم لضرورة التدخل بلجم إسرائيل عن إجراءاتها. فهنا لا يسمع إلا صوت أزيز الرصاص يتطاير فوق رؤوس المصلين والمحتجين على إجراءات إسرائيل التي واضح بأنها اتخذت قرارا بإبقاء البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى وبالمواجهة. يقول الفلسطينيون إن هذا اليوم، اليوم الجمعة ومرور أسبوع على إغلاق المسجد الأقصى، هو أسبوع حاسم ويوم حاسم في إبقاء إسرائيل على إجراءاتها، فإما التصدي لها ووقفها ومنعها، وإما الذهاب إلى أتون مواجهة تتوسع رقعتها سواء هنا أو في المنطقة وإلى أرض قد تقسمها إسرائيل بعد أن كانت مقدسة للفلسطينيين. تحذيرات فلسطينية من أن يكون هناك مخطط إسرائيلي مبيت لتقسيم المسجد الأقصى مكانيا وزمانيا مع الفلسطينيين. وهذا هو اليوم عنوان المواجهة والانفجار في الضفة الغربية والقدس.